They're free. Yeah. For Billy. احنا هنتكلم على الـ congenital heart disease نوعية الحالات اللي بتجيلنا في الـ CT عشان نعملها assessment. هو طبعا صعب ان احنا نتكلم عن كل الـ congenital، فاحنا يعني اخترت كام واحد كده نتكلم عنهم. الـ patients دول بيبقوا في الأول diagnosed بالـ echo، وبيقولنا عشان الـ echo limited في الـ extracardiac زي ما قلنا في المحاضرة في الأول، يعني لو على قد الـ ASD والـ VSD الـ echo فيها كويس جدا، وممكن كمان بيبقى أفضل من الـ CT عندنا، لكن هما دايما بيبقوا ليميتد في الـ في الأورطة، في البلمونري فينز، في الـ في الجريت فيسلز عندنا. وستيل برضه في حالات بتجيلنا بيبقى عندهم confusion في الـ ventricular morphology، برضه يعني احنا بنبص عليها برضه في الـ CT. نعمل سي تي ولا ام ار اي للاطفال دول؟ الاراء بتختلف، لكن يعني من اغلب الكلام اللي موجود ومن تجربتنا، الاطفال اللي هم فيهم انوماليز ولسه مولودين وايام، ان احنا ندخلهم الام ار ونطلع صور حلوه السيرجن يعتمد عليها، الموضوع ما بيبقاش سهل والصور ما بتبقاش حلوه، والبيبي بيفضل فتره طويله في الام ار اي لو عايزين نطلع الصور بحيث نعمل ديتيلد اسسمنت للانوماليز. السي تي صحيح فيه راديشن دوز عاليه، لكن السريع اللي هي دقايق والفحص يكون معمول او اقل، وكمان السكانرز الجديده فيها تكنيكس بحيث انها تقلل الدوز. طبعا الاسطره زمان يعني كانوا بيعتمدوا عليها اكتر من زمان، اكتر من كده قبل السي تي ما يحصل فيه. الانوماليز يعني انا مقسماهم على حسب الليفل بتاع الابنورماليتي فين. احنا عارفين الكارديك تيوب في الاول بتلف يا يمين يا شمال وبينتج عنها يا اما بتبقى دي لوب اللي هو نورمال، يا اما ال لوب اللي هو نورمال. ده اللي هو ايه اللي هو زي في المحاضره بتاعت الصبح اما قلنا اللوكيشن بتاع ان رايت فنتريكل المورفولوجيك رايت فنتريكل موجود يمين يبقى ده دي لوب، المورفولوجيك رايت فنتريكل موجود شمال بيبقى فيه ال ال لوب. وهنشوف لو المشكله على الاتريو فنتريكولر اللي هي كونكشن ما بين الاتريو والفنتريكل، ولا على مستوى الكونكشن ما بين الفنتريكل والجريت فيسلز، ولا في الاوت فلو تراك. دول الانوماليز اللي هتكلم عنهم. ممكن ايه؟ بجد؟ ماشي. اول حاجه نبدا بالتي او اف، وده الموست كومن، يعني اغلب الحالات الكونجنتال هو 10% من الكونجنتال هارت ديزيز. تترولوجي يعني هو في اربع حاجات عشان كده اسمه تترولوجي اوف كالوب. اول حاجه هي المشكله الاساسيه بيبقى في الحته بتاعت السيبتوم، هنا السيبتوم بيبقى ديفييتد، فما يحصل ديفيشن في السيبتوم بينتج عنه ان الاورطه بيبقى راكب على الاثنين فنتريكل، ده نورمال، دي حاله تي او اف. الايورطه هنا شايفين ازاي ان هو طالع من الليفت فنتريكل، ده البلمونري طالع من الار بي، وده الايورتا طالع من اللفت فنتريكل. اما السيستم ده بيبقى ديفييتد، بيقوم الايورتا جاي على الاثنين فنتريكل، وبيبقى فيه في اس دي بتبقى سب ايورتك. نتيجه الديفييشن بتاع السيستم جه على طلعه البلمونري ارتري اللي هي احنا بنسميها الرايت فنتريكولر او فلو تراكت، يعني الحته من الار في اللي هي تحت على طول البلمونري فالف. الديفييشن بتاع السيستم ده شايفين ازاي ان هو عمل سب فالفيولر بلمونري ستينوزس. يبقى احنا كده قلنا فيها في اس دي، فيها اوفررايدنج ايورتا، فيها بالمونري ستينوزس، وفيها ار في هايبرتروفي. الهايبرتروفي ده ليه؟ لان الرايت فنتريكل دلوقتي بيبمب اجينست اوبستراكشن اجينست ريزيستنس، فالوول بتاعته بتبقى سكند. بالنسبه للفسيولوجي اللي بيحصل ان الفي اس دي ده بيعمل ميكسنج للبلاد على مستوى الفي اس دي، فبيبقى البلاد اللي في الايورتا مش بيور اوكسجينيتد، شايفين لونه بيربل هنا، فده بيبقى سبب الساينوزس. الحاجه الثانيه اللي بتزود الاستينوزس، كل ما الدجري بتاع البلمونري ستينوزس كمان بتزيد بتزود الساينوزس. وده الاولاد دول بيبقوا بريزنتد ات يانجر ايج. في نوع ثاني اللي هو بنقول عليه بينك تي او اف او اي ساينوتيك، ده البلمونري ستينوزس بيبقى فيه الدجري بتاعته قليله، فممكن دول تبريزنت ليت ان لايف.
هي الصورة هنا غامقة عن عندي. ده طبعا اللي هو زمان كان بيعتمد عليه حكايه اللي هي البوت شيب ذا هارت. دي صوره زينه جايبها من السكاوت بتاع السي تي، بس دلوقتي طبعا السي تي بيبين ديتيلز اكتر من كده كتير. ماشي، دي حاله من عندنا. ماشي، اول حاجه ده الايورطا هنا، وانا هنزل معاه عشان اشوف طالع منين. اما بنزل معاه بلاقيه طالع من في هنا جاب الاول، ده الرايت فنتركل اللفت فنتركل، وفي جاب ما بينهم اللي هي البي اس دي والايورتا اوفر رايدنج على البي اس دي. دي الحاجه الثانيه، ادي الرايت فنتركل. احنا قلنا كل ما بنطلع في رايت فنتركل فوق بيبقى رايت فنتركل او فلو تراكت، ده اورب طلعت البلموناري ارتش. واحنا طالعين اولا الرايت فنتركل الوول بتاعته سكند، المفروض ان عمر ما الوول بتاعت الرايت فنتركل تبقى بالتخن ده. وما بطلع فوق كمان بيبدا يبان لي البلموناري ارتشي. هي الحاله دي صورها مش حلوه قوي، بس شايفين ازاي البلموناري ارتري حواليه كل السوفت تيشو ده. ده عباره عن ان المسلز اللي في الانفانتيبولم، الانفانتيبولم اللي هو الرايت فنتريكولار او الفلو تراكت، حصل فيها سيكنج وهايبرتروفي فزودت الايه الاوبستراكشن. يبقى انا عندي في دي الاول صوره للاوفرايدنج ايورتا، دي احنا عاملينها احنا بالريفورمات ما بين الايورتا وهو على الاثنين فنتريكل. ده الرايت فنتريكل وقلنا بنعرفه بالترابيكيوليشنز الكتيره اللي فيه والمودريتور باند، ده اللفت فنتريكل وده الايورتا اوفر رايزنج الاثنين وتحته البي اس دي. البلمونري اوبستراكشن في كذا ليفل ممكن يحصل عليه. ممكن يحصل عند الليفل بتاع البلمونري فالف وده هسميه فالفيلر، وده مش هيبقى عندهم اي مشكله خالص ان هم يشوفوه بالايكو. احنا ساعات بنشوفه في السي تي، بنشوف سيكننج في السيكننج في الفالف، بس يعني هم بيبقوا احنا ساعات ممكن ما نقدرش نفرق ما بين هل دي بالمونري اتريزيا ولا ده سيفير ستينوزس. هما في الايكو هتعرف تشوف فيه فلو طالع مش طالع، فالفالفيلر احنا ممكن ساعات نبقى ليمتد فيه شويه. السب فالفيلر ده اللي هو بيبقى الاستينوزس في الحته بتاعه الار بي او تي، وده زي ما قلنا له سببين، الديفيشن بتاع السبتا والحاجه الثانيه الهايبرتروفي بتاعه المسلز. دي برده صوره ليه فورمات اللي احنا عاملينها مبينه هنا، ده الرايت فنتريكل ودي طلعت البالمونري منه. شايفين ازاي كل الوول اللي سكند حواليه اللي عامله السكننج بتاع الانفانتيبل. والسبب الثاني زي ما قلنا الديفيشن بتاع السبتم. هنا دي صوره ريفورماتد، الانيلوس اصلا بتاعت البلمونري صغيره والمين بلمونري نفسه كمان صغير. سوبرا فالفيلر يعني ايه؟ يعني في يا اما ابسنت واحد من البلمونري ارتريز ابسنت، يا اما البلمونري ارتريز صغيرين، يا اما ان في فوكال ستينوزس زي هنا كده. ادي المين بالمونري ارتري هو نفسه صغير، وهنا ده اللفت بالمونري ارتري، وشايفين ازاي عند الاوريجن بتاعه في شويه ستينوزس، يبقى ده كده سوبر فالفيلر. طيب اللنج هتجيب هيوصل لها فلو منين؟ عشان دلوقتي في ستينوزس، الفلو للنج هيوصل منين؟ في حاجتين، ودي من الحاجات اللي هم بيبقوا ممكن باعتين الستي عشانها. يا اما هيوصل عن طريق تي زي اي ضغط بتجيب البلاد من الايورتا للبلموناري، يا اما هيوصل عن طريق كولاترالز جايه من الايورتا. الكولاترالز دي بتبقى كبيره احنا بنسميها ميجور ايورتو بلموناري كولاترالز او اللي هي المكه. زي هنا في الحاله دي كده ده الايورتا، وشايفين الفيسلز التورشوس دي، ده هي اللي طالعه من الايورتا، ممكن تطلع من الارش، ممكن تطلع من الديسنتنج ثوراتيك، وممكن حتى تطلع كمان من الارش برانشز. زي هنا ده السبليفيان طالع منه شويه كولاترالز كمان باينه هنا. مهم في الستين انا اعلق عليهم على عددهم والدايمترز بتاعتهم والليفل بتاع طلعتهم من الايورتا، وعلق بيروحوا رايحين رايت ولا ليفت. فايندينجز ثانيه ممكن الاقيها مع تي او اف زي الرايت ارش، وده كومن اسوشيشن مع تي او اف. الحاجه الثانيه ممكن بيبقى في انوماليز في الكورونري ارتريز، ودي برده من الحاجات اللي بهتم ان انا اعلق عليها. ليه؟ لان لما بيدخل يعمل كوركشن للتي او اف بيعمل سيرجري في الريجن بتاعت الار بي او تي. لو ساعات ال اي دي اللي هو اللفت انتيريور ديسنتنج ارتري بيطلع من الار سي اي ويكروس قدام الار بي او تي، فلو هو مش اوير ان الانومالي دي موجوده ممكن يعمل له انجري، ولو عارف ان لو انا قلت له انها موجوده ممكن يغير حاجات في التكنيك بتاع السيرجري بحيث ان هو يتجنب ان هو يعمل انجري. دي الحاجات المفروض ان انا اعلق عليها في الريبورت، اغلبهم انا قلتهم. الحاجه بس المختلفه في ريشيو اسمها ناجون ريشيو، دي السيرجنز بيبقوا عايزينها. دي عباره عن ان انا بجمع مقاس الرايت واللفت بالمونري ارتري واقسمهم على اليورتا عند الليفل بتاع الدايفرام. اما بتبقى اقل من 1.5 بتبقى الريشيو دي مش كويسه، وهو بياخد الديسيجن هيعمل ايه ولا ايه بناء على الحاجات دي من الفاكتورز اللي بيحدد على اساسها.
ماشي، احنا كده خلصنا ال تي او اف. تاني واحد يعتبر common او يعني بنشوفه كتير اللي هو الدبل اوتد فنتريكل، زي برضو ما الدكتوره بسمه قالت في المحاضره بتاعت الصبح، ده عباره عن ان الاثنين جريت فيسلز طالعين من نفس الفنتريكلز، ممكن يطلعوا من الار بي، وده الموست كومن، وساعتها هسميه دورف او دبل اوتلت رايت فنتريكل، او هيطلعوا هما الاثنين من ال بي، ودي مش كومن قوي. هنا في الصوره دي ده الرايت فنتريكل مفتوح، وفي هنا دي البي اس دي، وعلى الناحيه الثانيه بقى ما ندخل جوه يعني دي بقايا كده الايه الليفت فنتريكل، فاللي مفتوح عندي ده رايت فنتريكل. باين عندي اثنين فيسلز طالعين منه. مهم ان انا احدد او يعني في حاجات من اللي بتساعد على ان انا اعرف البيشنت ده هيبقى بريزنتد بايه، وايه احسن سيرجري تتعمل له، هي اللوكيشن بتاعت البي اس دي ان ريليشن للجريت فيسلز. ممكن انها تبقى البي اس دي دي هنا، هي ده الايورتا، ده البلموناري، هي هنا تحت الايورتا سب ايورتا، هنا البي اس دي تحت البلموناري، هنا تحت الاثنين، هنا مش تحت ولا واحد فيهم. هقول دلوقتي هتفرق ليه. دي مثلا الحاله دي ماشي، انا اول حاجه الرايت سايد دي دايليتد، دايليتد والرايت فنتريكل فيها هايبرتروفي، لان دلوقتي الرايت فنتريكل بيسبلاي الاثنين، بيسبلاي سيستميك وبلموناري سيركيليشن. شايفين هنا ازاي ان الايورتا اهو عامل اوفر رايدنج على البوست فنتريكلز، بس انا ستيل ما قلتش عليها تي او اف. ليه؟ لان الاوفر رايدنج كتير قوي، يعني في التي او اف فاكرين الصوره اللي كانت مبينه الاوفر رايدنج بتاع الايورتا، ممكن احدد منها نسبه الاوفر رايدنج قد ايه، اما الاوفر رايدنج بيزيد قوي باكثر كمان من 50%، بيبقى ده في الغالب يعني دي هو مش اوفر رايدنج قوي، هي البي اس دي اللي برده اللوكيشن بتاعها صاب ايورتك اداني برده احساس اكتر انها كمان اوفر رايدنج. فهنا دي التايب ده من الدبل اوتلت بنقول عليه دبل اوتلت تي او اف سب تايب، سب ايورتد بي اس دي او تي او اف سب تايب، لان هو شبه التي او اف. واللي خلاه شبه التي او اف ان الفلو بتاع دلوقتي خلاص ماشي، الفلو بتاع الرايت فنتريكل بيروح بالموناري ويروح ايورتا، لكن الفلو بتاع اللفت فنتريكل ده هيبقى بريدومينتلي رايح فين؟ رايح في الفيسل اللي فوق البي اس دي اللي هو في السيتويشن ده هو الايورتا. فالبيشنتس دولت بيبقوا بريزنتد يعني البرزنتيشن بتاعهم بتبقى شبه اكتر التي او اف، بالذات لو معاها كمان بالمونري ستينوسس. دي صوره هنا بتبين ده نورمال ان الايورتا اهو خارج من اللفت فنتريكل، هنا في شويه اوفر رايدنج بس مايلد اقل من 50% في التي او اف. هنا الاوفر رايدنج زاد شويه، هنا الحاله دي دبل اوتلت الايورتا وفي تحته البي اس دي. دي هنا صوره احنا عاملينها من الحاله بتاعتنا الازي بالموناري ارتري، وحواليه فعلا في ستينوزس برضه من السكنينج بتاع الانفانجيبرال ماسلز الايورتا، وفي هنا البي اس دي الفلو بتاعها هيبقى اكتر على هتبقى سب ايورتك اكتر. طبعا احنا قلنا ممكن يبقى معاه بالموناري ستينوزس او معهوش، ودي من الحاجات المهمه ان انا اعلق له عليها في التقرير، لان لو ما فيش بالمونري ستينوسس هتبقى البيشنت هيبقى يعني ككلينيكال برزنتيشن شبه البي اس دي العاديه لو مش معاه بالمونري ستينوسس. شايفين هنا برضو ده النارنج بتاعه. يبقى احنا كده خلصنا التايب الاولاني من الدبل اوتلت اللي هو سب ايورتد بي اس دي. التايب الثاني هو لس كومن بس يعني يعتبر ثاني كومن في الدبل اوتلت اللي هو ان انا الاقي البي اس دي دي سب بالمونيك. ادي الحاله زي ما نمشي معاها كده، البلمونري ارتري هو اللي البي اس دي تحته، فالفلو بتاعها اغلبها طالع طالع في البلمونري، بينما الايورتا هنا شايفين ده الرايت فنتريكل، شايفين ازاي ان هو بقى هو طالع من الرايت فنتريكل، فدي دبل اوتلت سب بلمونيك بي اس دي تايب. هنا اغلب الفلو هيروح على البلمونري، وممكن ان الفلو يبقى كتير لدرجه ان العيان ده يكواير حاجه اسمها بلمونري ارتري باندينج، ودي عباره عن ان هما بيضيقوا شويه البلمونري ارتري، لان اما يروح فلو كتير للبلمونري ممكن يعمل دامج للبلمونري كابيلاريز ويدخلوا البلمونري هيبرتنشن وكده. فدي عشان كده لازم مهم ان انا اعلق النوع البي اس دي في ايه. الانواع الثانيه زي النوعين الثانيين هما ليس كومن، ان انا الاقي البي اس دي تحت الاثنين فالفلو هيبقى رايح لهم ايكوالي، فهيبقى سيمتوماتيك العيان زي ايزوليتد بي اس دي او ان البي اس دي ما تبقاش تحت اي واحد فيه. الدبل اوتلت ممكن يجي معاه اسوشيتد انوماليز بالذات عينين السايتس كتير بنلاقي فيهم دبل اوتلت.
هننقل بقى على الـ transposition of great arteries. دي برضو ستيل مشكلة. فين المشكلة؟ في الـ ventricular arterial connection، ما عدا نوع هنقوله هو تي جي اي، زي ما احنا عارفين ان هو نوعين، دي تي جي اي وال تي جي اي. الفرق بينهم ده كده النورمال، رايت اتريوم لرايت فنتريكل لي بالمونري، ولفت اتريوم لفت فنتريكل لي ايورتا. اما نيجي للنوع اللي هو الدي تي جي اي، دي يعني ايه؟ زي الدي لوب اللي هي اللي قلناها الصبح، ان الرايت فنتريكل موجود ناحيه اليمين وكونكتد ب رايت اتريوم. والمشكله الوحيده حصلت على مستوى الجريت فيسلز، يعني بقوا بارلل بعد ما كانوا مشاكين زي كروس، لان السيبتوم ما بيكون منهم الاوتلت سيبتوم ده في الامبريولوجي بيكون بطريقه سبايرال. لو ما كونش بطريقه سبايرال او بطريقه مظبوطه ما عادوش هيبقوا لافين على بعض كده، شايفينهم هنا ازاي ان هم يعني لحد ما بارلل لبعض. هينتج عن كده ان الرايت فنتريكل بقى كونكتد لي يورطة، فالدم الجسم رايح له بلاد دي اوكسجينيتد، فالعيان هيبقى ساينوتيك. طب فرقه ايه بقى عن ال تي جي اي؟ ان ال اول حاجه، اول مشكله حصلت في الفنتريكولار لوبينج، الرايت فنتريكل ما عادش يمين، الرايت فنتريكل بقى شمال، واللفت فنتريكل بقى يمين. هنقول بعد كده مشكلته ايه. فهو الوقت يعني كبلاد باسواي ما عندوش مشكله، لكن عنده مشكله ثانيه. احنا هنبدا الاول بالدي تي جي اي. الدي تي جي اي البلاد بيبقى جاي من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل للبالمونري ارتري، ده نورمال من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل للايورتا. فطبعا العيان عنده ساينوزس، لو ما فيش شنط زي بي تي اي او في اس دي، البيشنت ده هيموت، لان مش ما فيش اي ليفل بيوصلوا بيه اكسجينيتد بلاد. يعني هنا في الصوره دي اللي عنده بي تي اي، فبتساعد على الميكسينج. من غير الميكسينج ده الاثنين سيركيليشن شغالين، كل واحده لوحدها، ما بيوصلش الدم من هنا لهنا. فمن غير الشنط دي العيان هيموت اول ما يتولد. دي حاله هنا، مش اول حاجه شايفينها الريليشن بتاعت الجريت فيسلز مش النورمال اللي احنا متعودين عليه. يعني ايه؟ يعني ده البالمونري ارتري، احنا كنا عارفين ان الايورتا بوستيريور تو ذا رايت، دلوقتي البالمونري ارتري هو الايورتا هو اللي قدام، فالريليشن دي اب نورمال. الحاجه الثانيه البالمونري ارتري لقيناه خارج منين؟ خارج من البالمونري ارتري خارج من ليفت فنتريكل، من ليفت فنتريكل، ليفت فنتريكل اهو خارج منه بالمونري، ده اهو خارج منه بالمونري والعكس. بتتقسم بقى على حسب معاها ناروينج في ال بي او تي ومعاها في اس دي ولا لا، التايبس بتاعتها بيبقوا بناء على كده. احنا كده خلصنا ال دي تي جي اي. النوع الثاني بقى اللي هو ال تي جي اي، وده قلنا ان هو يعني احنا عندنا هنا ده النورمال. ال تي جي اي فيه مشكلتين، اول مشكله ان الفنتريكلز اتبدلوا، فبقى عندي اتريو فنتريكولار ديسكوردنس، يعني بقى رايت اتريوم متوصل بليفت فنتريكل عكس بعض. الحاجة الثانية ال great vessels كمان اتبدلت، فبقى دي بنقول عليها بقت double discordance، يعني atrio ventricular وكمان ventricular arterial discordance. بس في النهاية ما نيجي نشوفها هي نفي اثبات، دلوقتي بقى عنده اثنين اتعكسوا بحيث السيركيليشن بقت ماشية مظبوطة، العيان ده ما عندوش مشكلة، البلاد جاي له اللي هو دي اوكسجينيتد راح على الرايت ventricle، راح منها على اللنج ما عندوش أي مشكلة، ورجع في البلمونري فينز راح على الرايت فنتريكل راح على الايورتا. امال بقى مشكلته ايه؟ مشكلته ان ربنا ما خلقش الرايت فنتريكل ان هو يسبلاي سيستميك سيركيليشن، الرايت فنتريكل مش معمول ان هو يسبلاي سيركيليشن بالحجم ده، فالعيان ده بيدخل بعد كده في رايت فنتريكولار فيلير. دي مشكله ال تي جي اي، رغم ان هو ايه ك يعني كفسيولوجي ما فيش فيه مشكله. دي حاله هنا اهي، شايفين دي ناحيه اليمين، ده هنا ده السيستميك فنتريكل، هي تقريبا ممكن برضه يبقى معاها انومالي زي بالمونري ستينوزس، ممكن بيبقى معاها ابستين انومالي. ازاي بقى؟ المفروض احنا عارفين ان الفالف الاي في فالف بيفولو الاتريوم ولا الفنتريكل؟ بيفولو الفنتريكل، واحنا عارفين ان الابستين دي انومالي في الترايكاسبيد فالف،
فاما بي اما بيحصل ان هما يتعكسوا كده ممكن يحصل ابستين انومالي اللي ساعتها هيبقى اللوكيشن بتاعتها ايه على اللفت سايد. يعني احنا عارفين ان النورمال ان النورمال الفالف اللوكيشن بتاعه رايت، اما بيحصل ابستين انومالي هتحصل المره دي على اللفت لان الفالف بيتغير مكانه مع الفنتريكل بيفولو الفنتريكل. كده خلصنا ال TGA. نروح بقى لحاجة تانية برضه مشكلة في الميتشيكلو أرتيريال كونكشن اللي هي ترانكس أرتيريوزس. ده عبارة عن إن الترانك اللي طالع من الفنتريكلز اللي المفروض يديفلوب فيه سيبتم يقسمه الأيورتا والبلمونري، في مشكلة في الترانك ده، ففضل سنجل ترانك زي ما هو، والسنجل ترانك ده هو اللي بيسبلاي الكورونري ويدي بعد كده أيورتا والبلمونري سيركيليشن. الترانك ده غالبا بيبقى overriding both ventricle في اغلب الاحيان وبيبقى تحته VSD، والفالف بتاع الترانك ده بيبقى dysplastic عشان كده ممكن بيبقى common ان هو معاه regurgitation. في كذا classification للترانكس، هي اسهلهم اللي هي الادوارد وبتستخدم كتير في الفان بروك classification، بس الادوارد دي اسهل. دي برضو النقط دي مهمة جدا واحنا بنشوف الحالات نعلق عليها لان دي اللي بتساعد في التفاصيل السيرجري كده. ده هنا زي ما احنا شايفين ده سنجل ترونك، هو كامل الايورتا والبلمونري خرج منه بوستيريورلي كده، بس في مين ترونك اتقسم بعد كده لرايت ولفت، فده تايب 1. تايب 2 مفيش مين ترونك، هما صحيح هما الاثنين خرجوا من الترونكس ده، لكن مفيش زي هنا مين يعتبر مين بالمونري ارتري، هنا مفيش كومن ترانك، طلعوا على طول من الترانك. هنا التايب 3 هما طلعوا صحيح على طول من الترانك، لكن ما هماش شايفين دول ازاي ان هما جنب بعض على طول، لكن دول طالعين بعاد عن بعض، طالعين يعني في مسافه ما بينهم. دي ما تفرقش حسب، دي محطوطه عشان كلاسيفيكيشن اللي هي النوع الثاني. الحاجه الثانيه ان ساعات بيبقى معاهم كمان interruption aortic interruption، يعني احنا شايفين هنا ده ال ascending aorta ادى ال vessels وبعدين في جاب، وال descending aorta ده اتعمل بايه؟ احنا عندنا ده pulmonary artery ودي PDA هي اللي عملت supply لل descending aorta، فده النوع ده معاه مع aortic interruption. في تقسيمه ثانيه حاطه لده اسم لوحده. هنا دي حاله اهي شايفين هنا عندنا ده common trunk، وبعدين هو كمل ان هو الايورتا كده وطلع منه pulmonary artery اتقسم بعدها، هنجيبه من الصوره اللي هنا. اهو ادي هنا ده الترانك اللي خارج منه واتقسم بعدها ليه رايت وليفت، فده يبقى type 1. ولو جينا حتى نبص عليه من قدام الهارت طالع منه بس الواحد بس، مش طالع اتنين اورتا وبلمونري زي ما احنا متعودين. اللي في الجنب دول يعني بره الموضوع، بس اللي في الجنب دول ده رايت اس بي سي وده نورمال ليفت اس بي سي، لكن هو احنا عندنا كارتريز طالع بس الواحد بس من الهارت. دي حاله ثانيه ده تايب 2، اتنين بلمونري ارتري طالعين بس مفيش الكومن ترانك، طالعين دايركت من الكومن ترانك، مفيش ليهم زي مين بالمونري ارتش، فده يبقى تايب 2. ده هنا النوع ده شايفين اللي هو الكومن ترانك وبعدين كمل ايورتا ادى جريت فيسلز، وده بالمونري ارتش كبير حتى دايليتد، بس الحاله دي معاها ايورتك انتربشن. ازاي؟ ان في هنا جاب، يعني الاسندنج ايورتا المفروض يكمل ارش والمفروض ان من الاورتا يسبلاي الاسندنج، لا هنا الاسندنج ايورتا سبلاي ب بي دي اي، فده ترانكس معاه aortic interruption. دي نفس الحاله برضو. في حاجه اسمها بقى في نوع رابع ما قلتش ما اتكلمتش عليه، النوع الرابع في انواع الترانكس ان ما يكونش فيه pulmonary artery خالص، لكن يكون فيه aorta واللنج بتبقى supplied بميجور collaterals اللي هي المكه اللي احنا زي اللي وريناها في حاله الـ TOF. وفي ناس بيسموا النوع ده pseudo ترانكس لان هم بيعتبروه زي pulmonary atresia ومكه. في حاجة تانية بقى اسمها الهيمي ترانكس. الهيمي ترانكس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الهارت او الرايت فنتريكل بيطلع منه واحد من البلمونري ارتشيز بس، والتاني يطلع من الايورتا. زي ما احنا شايفين ده رايت فنتريكل ادانا الرايت بلمونري ارتشي واللفت طلع دايركت من الايورتا، فدي اسمها هيمي ترانكس. احنا كده خلصنا الحاجات اللي هنتكلم عليها على فنتريكل ارتيريا، اللي نشوف على مستوى الكونكشن ما بين الاتشيم والفنتريكل. دي حاجه اسمها دبل انلت فنتريكل.
يعني ان الاثنين اتريا بدل ما كل واحد بيفتح في الاتريوم بتاعه لا الاثنين فتحهم في نفس الفنتريكل فاسمها دبل انلت هي دبل انلت ال في اكتر من دبل انلت ار في دي نفس الحالة شايفين ازاي الاثنين اتريا فاتحين الفنتريكل الثاني هيبلاستيك وباين ورا اما نمشي مع ده اهو هيبان لنا هنا الهايبوبلاستيك فنتريكل الثاني الصغير موجود ورا لكن ده كل ده فنتريكل واحد داخل فيه الاثنين اتريا فدي دبل انلت ال في بعد كده حاجه ثانيه هي تريكسبيد اتريزيا ودي الثيرد كومن سينوتيك هارت ديزيز اللي بيحصل ان احنا المفروض ان الرايت اتريوم بالبلاد اللي بيجي فيه بيدخل على طول على الرايت فنتريكل هنا الكونكشن ما بينهم فيها اتريزيا ما اتكونتش او فيها مشكله فالبلاد مش عارف يروح من رايت اتريوم للرايت فنتريكل فالرايت فنتريكل هيبقى سمول سايز هايبوبلاستيك ولازم يبقى معاها اي اس دي والا البلاد اللي هيجي هنا هيروح فين لازم يبقى اي اس دي والبلاد هيروح من رايت تو ليفت فعشان كده هي ايه الشانس دي ساينوتيك البلاد بيروح من رايت تو ليفت والليفت فنتريكل ممكن يحصل فيها في هايبرتروفي عشان بقى عنده فوليوم اوفرلود وفيها هنا كمان في اس دي ممكن تبقى هي اللي بتودي الفلو للرودمنتري ار في دي حاله من عندنا ادي الرايت فنتريكل الرايت اتريوم وده الليفت اتريوم وده الصغير خالص هنا ده الهايبوبلاستيك رايت فنتريكل شايفين ازاي الجروف اللي ما بينهم ده كان المفروض يبقى فالف زي ما ده مفتوح المفروض ده يبقى زيه لكن هنا بقى فيه جروف مليان بفايبروفاتي تيشو بقى فيه لوست كونكشن على اللوكيشن ده نتنقل لحاجه ثانيه اللي هي الابستين انومالي دي برضو بتحصل في التريكسبيد فالف المفروض نورمالي انا بجيب الاثنين فالف فيها هنا 6 ليفلت للتريكسبيد والفالف اللي على الناحيه الشمال اللي هو المايترال المفروض نورمالي المسافه بينهم ما تزيدش عن 8 مللي واللي موجود اللوكيشن بتاعه اكتر ناحيه الايبكس هو التريكسبيد فالف لو الديستنت زادت عن كده ده مع الابستين انومالي فشايفين هنا الستة ليفلت عامله ازاي انها displaced downward ناحيه الايبكس ودي ليفلت الثانيه ازاي ان هي redundant والاثنين ليفلت تزرد للمايكارديوم بتاع الرايت فنتريكل فنتيجه كده هيبقى عندي ايه جزء من الرايت فنتريكل بقى اتريالايزد اللي هو الجزء ده وبقى الجزء الصغير ده هو الفانكشنال ار في او الار في بروبر وطبعا بيبقى معاهم كتير تريكسبيد ريجر الام ار نعمله ام ار ولا سي تي ام ار احسن لان ام ار هو السيرشن بيبقى عايز يعرف الفانكشن بتاعه الرايت فنتريكل دي السايز بتاعها قد ايه والفانكشن بتاعتها عامله ازاي وبيعوز كمان يعرف الفوليوم بتاعه الجزء الاتشيلايز فالام ار احسن في البيشنتس دول تقريبا اخر حاجه اللي هي هايبوبلاستيك ليفت هارت سيندروم دي سبيكتروم يعني دي مشكله يعني ان الحاجات الاستراكشرز بتاعت الليفت سايد فيها ستينوزس والسايز بتاعها صغير ابتداء من اللفت اتريوم المايترال فالف اللفت فنتريكل الايورتا الحاجات دي كلها ممكن انها تبقى سمول سايز وهي سبيكترم بتحصل على ديجريز مختلفه من العيانين ممكن عيانه الاقي عنده اللي افكتد بس اللفت فنتريكل المايترال فالف مش افكتد قوي عيانه الاقي عنده كله سمول سايز اهو زي هنا الحاله دي ده اللفت اتريوم وده اللفت فنتريكل وفي هنا سيكلينج وال يعني نشوف السايز بتاع الفالف ده والفالف ده صغير ازاي بالمقارنه بيه واللفت فنتريكل نفسه صغير شايفين الاسنسنج ايورتا هنا رفع ايه كمان ده واخد في هايبوبليزيا في الاسنسنج ايورتا ومعاه بي دي اي عامله سبلاي للديسنسنج فدي اسمها هايبوبلاستيك لفت هارت سيندروم ده عيان تاني اللفت فنتريكل بتاعه المايترال فالف الاتريزيا فيه اكتر كمان وممكن بيبقى معاه اي اس دي بحيث البلاد بيروح من هنا لهنا. بس احنا كده دي الانوماليز اللي اتكلمنا عنها وشكرا. شكرا يا دكتورة دلوقتي نبدا بالكيس برزنتيشن دكتورة دينا دلوقتي. هو بس محمد بس يجي يغير زي Thank you.
Well, I think that...